سؤالي هو: هل يؤمن المسلمون بإسراء محمد إلى القدس ليلاً؟ إنها كذبة واضحة، من الواضح جداً أنه كذب عليهم، وكذبته لا زال الناس يصدقونها حتى في عصرنا الحالي. القرشيون أيضاً سبوه لأجل هذه الكذبة. محمد قال أنه فعلها في الليل، والناس لا زالوا يؤمنون بهذه الكذبة. هل تؤمن بذلك؟ لأنه بسبب الكذبة تلك لدينا عدد من القضايا في المنطقة. لماذا يؤمن المسلمون بكذبة الإسراء والمعراج التي قام بها محمد؟ من الواضح أنه لم يتنقل إلى القدس في ليلة واحدة. أنت تسأليني لماذا يكذب المسلمون ويختلقون حادثة سفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلا إلى القدس، أليس كذلك؟ هذا هو السؤال. لماذا يؤمن المسلمون بكذبة محمد؟ إذا كان محمد هو أفضل مثال للبشر، فهل يجب أن يستمر المسلم بالكذب طبقا له؟ أختي، هل أنت نصرانية؟ كلا، أنا ذات فكر متحرر. فكر متحرر، حسنا. تعرفين؟ الإنجيل يقول بأن النبي موسى عليه السلام فلق البحر. النبي موسى فلق البحر. عذرا، أنا لا أؤمن بالإنجيل، لذلك لا يمكنك إقناعي به. لم أنتهي من جوابي أختي، لم أنتهي، دعيني أكمل جوابي وبعدها يمكنك التعليق. نحن نؤمن بأن الأنبياء قاموا بالمعجزات، مذكور في القرآن في سورة الإسراء الصورة 17 الآية الأولى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. النبي محمد انتقل من مكة إلى المسجد الأقصى في القدس. أنت تسألين لماذا نؤمن بكذبة؟ هذه معجزة. أنت ذات فكر متحرر، لكني لست كذلك، فأنا مسلم. هذا هو الفرق بيني وبينك. لماذا أنا مسلم؟ كان يجب أن تأتي إلى محاضرة أمس حيث أثبتت بالدليل وجود الله. أنت ذات فكر متحرر، أي لا تؤمنين بالإله الصحيح. بالأمس كان موضوعي هل يوجد إله؟ ولا أنوي إعادة الموضوع الآن لأنه يستغرق ساعة ونصف. لو كنت قد حضرت محاضرتي بالأمس لكنت حاليا مقتنعة بوجود الله، ومقتنعة بأن القرآن هو كلام الله. بالنسبة لسؤالك، هل يمكن لبشر أن ينتقل من مكة إلى القدس في ليلة واحدة؟ حتى أنا وأنت يمكننا فعلها بركوب الطائرة، لكن في هذا العصر الطائرات لم تكن موجودة. إسراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس هو معجزة. هناك العديد من المعجزات المذكورة في القرآن، على سبيل المثال النبي موسى عليه السلام فلق البحر وهذه معجزة. موسى عليه السلام ألقى عصاه فتحولت إلى ثعبان، هذه معجزة. المعجزة هي أمر لا يمكن تفسيره علميا ومنطقيا. المعجزة هي أمر يفوق قدرات الإنسان العادي. إذا قام إنسان عادي بأمر لا يمكن تفسيره علميا ولا منطقيا فهذه معجزة. إن استطعت تفسيرها منطقيا فتلك ليست معجزة. اليوم إن قلت أنه بإمكان السفر من مكة إلى القدس في ليلة واحدة فهذه ليست معجزة، أنا أستطيع فعلها كما أنكم تستطيعون فعلها، لكنها في زمن النبي كانت معجزة. إنها كانت معجزة. ما علينا إدراكه هو أن هؤلاء أنبياء الله. الله خلق الكون والبشرية، اصطفى رجالا من البشر ليوصلوا رسالته إلى البقية من الناس، وهؤلاء الرجال المصطفين ندعوهم أنبياء ورسل الله تعالى. الله تعالى أرسل العديد من الرسل، مذكور منهم بالاسم 25 رسول في القرآن الكريم: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن خاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة. هذا القرآن كمثال،
بالأمس ألقيت محاضرة بعنوان هل يوجد إله؟ وأثبت أن هذا القرآن يحتوي على أكثر من 6000 آية، أكثر من 1000 آية منها تتحدث عن العلم، تتحدث عن ما اكتشفناه حديثا كنظرية الانفجار العظيم وكروية الأرض وانعكاس ضوء القمر ودوران الشمس، وهو ما لم نكن نعلمه من قبل. كل هذا مذكور في القرآن من قبل 1400 سنة. علميا لا يمكن لأحد أن يفسر ذكر نظرية الانفجار العظيم في هذا الكتاب منذ 1400 سنة، وهو ما لم يكتشف إلا من قبل 35 أو 40 عاما. هذه معجزة. كيف يمكننا من قبل 1400 سنة أن نعرف أن شكل الأرض هو شبه كروي؟ عندما كنت في المدرسة علمونا أن الشمس ثابتة لا تدور حول محورها. القرآن أخبرنا بأنها تدور حول محورها من قبل 1400 سنة. وهكذا فيما يخص علم الأحياء والأجنة والنبات، الاكتشافات العلمية التي اكتشفت قبل 50 أو 100 أو 200 أو حتى 300 سنة هي معروفة في القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 سنة. من يمكنه ذكر ذلك؟ الخالق الذي ندعوه الله سبحانه وتعالى. إسراء محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى في القدس هو معجزة. وهذا يثبت أنه نبي من الله تعالى. نحن لا يمكننا القيام بمعجزات الأنبياء. المعجزات أمر يجريه الله تعالى على يد أنبيائه. أتمنى أن يجيب ذلك على سؤالك. شكرا جدا لك، ولكن إن كان إلهك عظيم جدا فلماذا لم يحول العالم أجمع إلى أمة إسلامية؟ ولماذا لم يقل للعالم كن مسلما فيكون حينها لن نضطر للقتال؟ الأخت تسأل سؤالا جيد، اسألي باختصار. الأخت تسأل سؤالا جيدا جدا، لماذا لم يحول الله العالم أجمع إلى أمة إسلامية؟ الرد موجود في القرآن. الله يعلم أنك ستسألين هذا السؤال. أنا لا أعتقد ذلك. إذن لماذا الرد موجود مسبقا؟ مجرد صدفة. العديد سألوا هذا السؤال قبلك، والله تعالى يعلم أنك وإياهم ستسألون هذا السؤال. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة يونس السورة العاشرة الآية 99، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا هو القرآن، لأن الله تعالى خلق أصنافا متنوعة من المخلوقات، وكل المخلوقات باستثناء الجن والإنس ليست لهم إرادة حرة. إن كانوا يطيعون كل أوامر الله فسيكونون ملائكة. الملائكة ليس لهم إرادة خاصة ويطيعون كل ما يأمرهم به الله. الله تعالى خلق خلقا آخر وهو البشر، وله حرية الطاعة أو العصيان. إن جعلنا الله جميعا مطيعين له فسنكون حينها كالملائكة. أين الاختبار إذن؟ الله تعالى خلق خلقا مميزين هم البشر، ولهم حرية الاختيار إما طاعة الله أو عصيانه، وهذا هو الاختبار. على سبيل المثال، عندما يريد المعلم أن يعطي اختبارا لطلبته، إذا أخذ الطلبة الكتاب معهم في الاختبار ونقلوا الإجابات مباشرة منه، فأين الاختبار؟ الاختبار هو هل يتذكرون ويتبعون تعاليم المعلم أم لا؟ هذه الحياة مذكورة في القرآن الكريم في سورة الملك السورة 67 الآية الثانية، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أختي، هذه الحياة الدنيا اختبار لدار الآخرة. قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 155، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كل هذا اختبار لنا أختاه. السؤال الذي سألتيه وغيره مذكور في القرآن. الله تعالى يعلم أن بعض الناس سيسألون مثل هذه الأسئلة. هذا هو السبب الذي يجعلنا نخوض هذا الاختبار، هو بلاء أنطيع الله أم نعصي. أتمنى أن يجيب ذلك على سؤالك. ولكن ترى الحقيقة أن يمكنك أن تعودي لطابور غير المسلمين وتنتظري فرصة ثالثة للسؤال، لأنك سألت سؤالين. أنت سألت سؤالين ولنتيح الفرصة لغيرك من غير المسلمين أن يسأل. نعم أختي، هناك خلف السائلين غير المسلمين. Yes, 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 yes